Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة فورماسيون اون بلوا فوتر شين دو ريوسيت. كيف العادة قبل ما نبداو الناس اللي مازال ما تابوناوش معنا ممكن يتابوناو ويضغطوا زر الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. الحلقة ديال اليوم غادي تكون استمرارية لحلقات البحث عن العمل وبالضبط السلسلة الحلقات المخصصة لبيلون دي كومبيتونس أو لحصيلة المهارات الذاتية. في الحلقات السابقة شفنا الأهمية ديال هاد الحصيلة هذه في البحث عن العمل وشرحنا أنها كتكون من أربع مراحل وتكلمنا كذلك على المرحلة الأولى بإسهاب وهي شنا هما لي كومبيتونس ديالنا كيفاش غنتعرفوا عليهم وشنا هما نقاط القوة ونقاط الضعف ديالنا. في هذه الحلقة غادي ندوزو للمرحلة الثانية في بيلون دي كومبيتونس واللي هي ليدونتيفيكاسيون دي بوسيبيليتي. في هذه المرحلة هذه خاصنا نعرفوا شنا هما الإمكانيات الموجودة أمامنا. اذا كنحاولوا نجاوبوا على واحد السؤال كيسكو جو بو اي جو فو فير دو مي كومبيتونس اكطويل، يعني انا عرفت شنو هي المهارات ديالي. السؤال اللي كيطرح نفسه شنو انا باغي ندير بهذوك المهارات وشنو نقدر ندير بهم. دونك في هذه المرحله هذه كتكون عندي القدره انني نحدد شنو هي المهن اللي نقدر نمارسها من خلال هذيك المهارات اللي عندي، وفي نفس الوقت كنشوف شنو هي الاشياء او المهن اللي انا باغي نديرها وكنحاول نلقى واحد التقارب ما بينهم، يعني ما بين الاشياء اللي باغي انا نديرها وما بين الاشياء اللي نقدر نديرها بهذوك لي كومبيتونس اللي عندي او اللي نقدر نكمل. يعني تقدر تكون ناقصاني شي مهاره نقدر نكملها ولكن خاص يكون عندي الاساسيات. في هذه المرحله كنحددوا جميع الامكانيات وجميع لي بوسيبيليتي اون ديفيني توت لي زالتيرناتيف، يعني كنعرفوا شنو الامكانيات اللي مفتوحه قدامنا. كان اون ورقه وستيلو كناخذوا ورقه وستيلو وكنسجلوا جميع الامكانيات. كندير في ناحيه كندير شنو هي الاشياء اللي ممكن نديرها وشنو هي الاشياء اللي كتفتح امامي بهذيك المهارات اللي عندي. يعني كنشوف شنو هي الرغبات اللي عندي، شنو الاشياء اللي انا باغي نديرها وشنو الاشياء اللي نقدر فعليا انني نديرها. Pour cela, il faudra comprendre les besoins des entreprises et les exigences de chaque métier. اذا مهم جدا انني نعرف الشركه محتاجه لاش بالضبط ونعرف شنو هذاك المهنه اللي انا باغي ندير، شنو هي الاشياء اللي ضروريه فيها. اذا في هذه المرحله مثلا انا قريت وركز عندي دي كومبيتونس انني نقدر نكون مثلا في التعليم، اذا غادي نشوف هذه المهنه ديال التعليم واش عندي المهارات اللي خاصه فيها او لا ديك الشركات او لا المدارس الخاصه شنو هي المهارات اللي كتطلب هذاك الانسان اللي غادي يقوم بهذه المهنه ديال التدريس. اذا خاصني نفهم هذوك لي ميتي مزيان. بور سولا حيت ماشي من السهل اننا غير نتخيلوا، لبقينا غير كنتخيلوا ان الشركه ممكن تكون محتاجه هاد الخاصيه او هادي ومحتاجه هاد المهاره او هادي، هذا ماشي كفايه. حنا في هاد المرحله هذه خاصنا فريمون ندخلوا لو ديتاي، نعرفوا بالتفصيل ونعرفوا الحقيقه تاع لو مارشي، يعني نعرفوا الشركات بالضبط شنو محتاجه. بوغ سولا دونك خاصنا قلنا احنا غادي نقولوا انا باغي نخدم في هاد المهنه هذه وعندي شي مهارات، كنظن ان عندي شي مهارات اللي نقدر نخدم بها في هاد المهنه، ولكن باش نعرف بالضبط هذيك المهنه شنو هما لي زيكزيجونس ديالها خاصني نشوف سكون ابل لا فيش دو ميتي، يعني كنشوف هذاك الوصف ديال هذاك الشغل من عند مختصين. اذا هاد لا فيش دو ميتي هي شي حاجه مهمه جدا، لان الشركات فاش كتجي دير لو ريكروتمون كتكون محضره هاد لي فيش دو ميتي. يعني هي باغا مثلا ان تكنيسيان اون ادمنستراسيون، عارفه هذاك لو تكنيسيان التقني في الاداره شنو هي الخاصيات اللي خاصها اولا اللي كتحتاجها فيه. اذا بزاف من ما كيكونوش فاهمين انه كاين هذيك لا فيش دو ميتي وانه الشركه فاش كتمشي دوز معاها لونتروتيان ولا فاش كتصيفط لها السي في كتقارن هذاك السي في مع هذيك لي بوزوان ومع هذاك الخاصيات اللي هي كتحس انها ضروريه لهذيك المهنه. اذا مهم جدا انني باش نخدم واحد المهنه اللي انا باغي نديرها خاصني نعرف شنو هي لي زيكزيجونس اللي ضروريات او الاشياء اللي ضروريه تكون عندي باش نقدر ندير هذيك المهنه. كاين واحد لو سيت بول امبلوا، بول امبلوا هي واحد
ماشي شركة، ان اورغانيزم يعني مؤسسة في فرنسا اللي عندها تقريبا الدور ديال الانابيك، غير هو الدور ديالها متطور شيئا ما اكثر من المغرب. فبالتالي هما كتلقاهم يعني باش يسهلوا على هذوك الناس، سواء اللي كي لي ريكروتور الشركات او الناس اللي كيقلبوا على العمل، باش يسهلوا عليهم دايرين واحد لا باز دو دوني اللي حاطين فيها لي فيش دو ميتي، يعني بزاف المهن اللي موجوده او عدد كبير جدا من المهن اللي موجوده في السوق، هما حاطينها في هذيك لا باز دو دوني ديالهم. دونك اي واحد بغى يدير واحد المهنه وبغى يعرف شنو هي لي زيكزيجونس ديال هذيك المهنه او شنو المتطلبات ديال هذيك المهنه، كيمشي لهذاك لو سيت ديال بول امبلوا وكيدخل هذيك المهنه الاسم ديالها وكتعطيه كاع لي كاركتيريستيك. انا هنا غندير معكم واحد لا بوتيت ديمونستراسيون، غادي نخلي لكم لو ليان كذلك في صندوق الوصف، لو ليان ديال هاد لو سيت وهذيك لا بارتي اللي كتهضر على لي فيش دو ميتي، باش تقدروا ديريكتومون تشوفوا لي ميتي او المهن اللي نتوما باغيين تمارسوها، تعرفوا شنو هما الضروريات ديالهم. انا بغيت غير ندير معكم واحد ان اكزومبل، يعني واحد المثال باش تقدروا تكملوا لوبيراسيون بوحديتكم. اذا ملي كتكليكيو على لو سيت كتخرج قدامكم هاد لو تابلو هذا، اش كيقول لكم؟ ريشيرشي اون فيش ميتي، يعني كتقول لي انا بغيت نقلب على واحد الميتي. كيقول لك لا ريشيرش باش بغيتي ديرها، هاد البحث اللي غتقوم به واش بغيتي تقوم به بالسميه ديال هذيك المهنه لو ميتي، يعني مثلا سكرتير، او لا بغيتي تقوم به بلا كومبيتونس، يعني واحد لا كومبيتونس جو سي با موا هي لونسينيومون ليدوكاسيون لا ترادكسيون اكسيتيرا. يعني كتدير كتشوف اصلا كاين اللي فينا يقدر يكون حاير عنده مهارات وما عارفش فاش ممكن يخدم بها، اذا كدير باغ كومبيتونس كدير السميه ديال هذيك المهاره وكي كتلونسي البحث ديالك. تقدر دير لا ريشيرش باغ دومين بروفيسيونيل، يعني مثلا مجال التبريد، مجال السياحه، كتشوف شنو هو المجال اللي انت مختص به او لا عندك المهارات ديالو، او باغ تيم. كاين كذلك باغ كود روم، ولكن هذا الكود يعني هذه الناس اللي يعني مختصين، كاين كل مهنه عندها واحد لو كود سبيسيال، ولكن حنا اون جينيرال فاش ديروا لا ريشيرش تاعكم غديروها سوا باغ ميتيي يعني بالمهنه، او باغ كومبيتونس، او لا باغ دومين يعني يا اما بالمهنه يا اما بالمهارات او لا بالدومين او المجال اللي نتوما باغيين تخدموا فيه. اذا ملي كتضغطوا على كتكتبوا هذاك لا ريشيرش ديالكم، مثلا درتو سكرتير في لو ميتيي، غادي يخرج لكم كاع لي ميتيي اللي قرابين من هاد لو ميتي هذا او اللي عندهم علاقه بلو سكريتاريا. مثلا درتو اون كومبيتونس غيعطيكم كذلك جميع المهن المتعلقه او اللي مطلوب فيها هذيك المهاره. اذا غادي تقلب في هذيك لا ليست تاع المهن، غتشوف شنو هما المهن اللي انت كتقلب عليهم فعلا او اللي ممكن يكونوا انتريسون كليك، وغتكليكي على الاسم ديال هذيك المهنه. كتوقع في هاد كيت او لا كتنزل في هاد لا باج اللي كيكون فيها لا فيش دو بوست. هاد لا فيش دو بوست كيكون فيها الفوق كيف ما كتشوفوا دي زونغلي، كاين كل انغلي فيه اون بارتي، يعني كتكون فيها وصف كبير لهذيك المهنه، شنو هي التعريف ديالها، شنو هما المهام ديالها، شنو هما المهارات اللي مطلوبين فيها، شنو هي الخاصيات اللي مطلوبه فيها، كيعطيوك شنو هما كذلك او نيفو ديال التكوين ولا فورماسيون شنو مطلوب فيها، كيعطيوك جميع لي ديتاي. يعني انت كتكليكي على شاك اونغلي وكتشوف هذيك المهنه شنو هي لي كاركتيريستيك او الخاصيات ديالها. اذا كيف ما شفنا هذه الحلقه ديال اليوم ركزنا فيها على فهم السوق، في الحلقه السابقه ركزنا فيها على فهم الذات ديالنا وفهم المهارات ديالنا، نقاط القوه ونقاط الضعف ديالنا. في هذه الحلقه حاولنا نفهموا او كنحاولوا في هذه المرحله نفهموا السوق ديالنا، شنو الطلب اللي موجود في السوق، يعني كنحاولوا اننا نشوفوا العرض اللي عندنا، يعني المهارات ديالنا هو العرض، وكنحاولوا نوفقوه مع الطلب، قانون العرض والطلب. الطلب شنو هو؟ هو لي زيكزيجونس او المتطلبات ديال الشركات. كنشوفوا هذاك السوق او هذيك المهن اللي فيه شنو هي المتطلبات ديالها، باش كنعرفوا السوق اشنو مطلوب فيه
ونقدروا من بعد ندوزوا للمرحله الثالثه اللي هي مرحله المقاربه، اللي كنقارن فيها ما بين العرض والطلب، او اللي كنقارن فيها ما بين الاشياء اللي انا موجوده عندي كمهارات وكرغبات والاشياء اللي مطلوبه في السوق. اذا بهذا كنساليو الحلقه ديال اليوم، بهاد لا كونكلوجن هادي كنساليو الحلقه، وفي الحلقه المقبله كيف ما قلنا غادي نشوفوا فيها كيفاش غنقوموا بعمليه المقاربه باش نقدروا نعرفوا او ندوزوا للمرحله الرابعه اللي هي لو بروجي بروفيسيونيل. كنتمنى لكم يوم سعيد ومشاهده طيبه، والى اللقاء في الحلقه المقبله باذن الله.